في هذه الحلقة سنعرف من هو الرئيس الحقيقي. في الغالب يقوم رؤساء العمل بمعاملة الموظفين بكل قسوة. يتذمر الرؤساء كثيراً حتى وإن كانت الأعمال التي تم إنجازها جيدة. إذا ارتكب العامل خطأً بسيطاً فمن الممكن أن يجعله رئيسه يندم على ذلك. وفي كثير من الأحيان يمارس رؤساء العمل الكثير من الضغوطات على العمال بدون أي سبب يذكر. في نفس الوقت لا يمكن أن يسكت كل العمال أمام تلك المعاملة القاسية. في هذه الحلقة سوف نشاهد معكم أغرب ما قام به العمال للانتقام من رؤسائهم. سلام من الله عليكم متابعي قناة هل تعلم؟ الانتقام البلغاري. تم تسجيل هذا المقطع في بلغاريا أثناء انشغال هذا العامل بتحميل الأتربة في الشاحنة باستخدام آلة حفر ضخمة. نرى أن أحدهم أوقف سيارته بالقرب من الشاحنة ونزل منها ثم بدأ يصرخ ويقفز في مكانه. من الواضح أنه المشرف على هذه الورشة وهو غاضب جداً. لا نعرف السبب وراء غضبه، لكنه عكر مزاج العامل الذي لم يستطع الصبر طويلاً أمام تلك المعاملة. حمل الرئيس بعض الحجارة ورماها نحو آلة الحفر، وفي هذه اللحظة نفذ صبر العامل. وجه العامل آلة الحفر نحو سيارة رئيس الورشة وحطمها تماماً. بعد ذلك حمل السيارة ورماها في الشاحنة. لابد أن الرئيس ندم على تصرفاته بشدة. التدمير. هناك العديد من الطرق التي يمكن أن نظهر بها لمدير الفندق مدى سوء معاملته للموظفين. يمكن إخباره بذلك بكل لباقة أو وضع تقييم رديء للفندق على مواقع الإنترنت. لكن هذا الموظف قرر القيام بفعل مجنون. ركب الموظف في آلة حفر صغيرة وقادها مختنقاً الباب الرئيسي للفندق ليجد نفسه في البهو. قام بتحطيم كل شيء في الداخل. لابد أنه شعر بسعادة غامرة أثناء قيامه بذلك. تم تسجيل هذا المقطع عام 2013 في أحد فنادق سلسلة ترافل لودج. وحسب بعض التقارير فإن الموظف كان يعمل في ذلك الفندق لمدة طويلة، وفي أحد الأيام نشب خلاف بينه وبين المدير الذي رفض أن يدفع له بعض الأموال المتأخرة والتي تقدر ب 775 دولاراً أمريكياً. ذلك دفع الموظف لسرقة آلة الحفر الصغيرة من مكان قريب وتدمير الفندق بالكامل. لابد أن كل زملائه سعيدون بذلك إن كانت لديهم مشاكل مع المدير أيضاً. الانتقام بالمطرقة. كان وين كروك موظفاً في مطار بريستول. كان يستمتع بوظيفته إلى أن جاء ذلك اليوم الذي قرر فيه محاولة قيادة طائرة على المدرج دون الإقلاع بها. كان يعتقد أن ذلك هو الأمر الصحيح الذي يجب فعله لأن الطائرة كانت متوقفة في المكان الخطأ، لكن إدارة المطار رأت أن ذلك خرق للبروتوكول الأمني وذلك يمكن أن يؤدي لحوادث خطيرة. تم فصل واين من العمل واستعان بمجموعة من المحامين ليحصل على تعويض مالي. رغم التعويض الكبير الذي حصل عليه إلا أنه لم يرضى بذلك وأراد العودة للعمل مجدداً، وهو ما رفضته الإدارة. في سبيل الانتقام حمل واين مطرقة كبيرة ودخل إلى مقر إدارة المطار وحطم العديد من الأجهزة الرقمية والأثاث. ذلك سبب خسائر بقيمة 200 ألف دولار. على الرغم من أن واين استمتع بذلك إلا أنه وجد نفسه في السجن في نهاية المطاف. الانتقام الرقمي. بالنسبة للبعض فإن العمل جزء من حياتهم ولا يمكن التخلي عنه. الابتعاد عن العمل قد يكون مؤلماً للكثير من الموظفين خاصة إذا لم يتم بطريقة صحيحة. ذلك ما حدث مع المدير السابق لشركة إيسيلار المختصة في الأمن الرقمي. معرفته في هذا المجال ساعدته على تنفيذ انتقام بارد من الشركة. كان ريتشارد نيل أحد الأعضاء المؤسسين لشركة إيسيلار وعضواً في مجلس الإدارة ليجد نفسه خارج الخدمة بعد 5 سنوات فقط. ترك الشركة بعد أن اضطر لبيع أسهمه فيها. ذلك جعله يلقن بقية الشركاء درساً لن ينسوه أبداً. انتظر ريتشارد اللحظة المناسبة للقيام بذلك، وهو اليوم الذي عرضت فيها شركة إيسيلار خدماتها على شركة أفيفا التي تمثل أكبر عميل لها. قبل ليلة واحدة من الصفقة قام ريتشارد باختراق 900 هاتف من هواتف أفيفا.
بعد ذلك هاجم نظام الاتصالات الخاصة بشركة SLR لمنع وصول أي شكوى للشركة من طرف العملاء. كما قام أيضاً بمهاجمة صفحة الشركة على موقع تويتر، واستبدل رمز الشركة بصورة قلب مكسور. خسرت SLR حوالي 370 ألف دولار بسبب هذا الانتقام، لكن ريتشارد وجد نفسه في السجن بعد ذلك. الوصفة السرية. نعلم أن المطاعم لديها الكثير من الأسرار التي تجعل طعامها لذيذاً، والموظفون يفعلون كل شيء لإبقاء تلك الأسرار داخل المطبخ. ذلك يساعد على جلب الكثير من الزبائن، لكن ماذا لو شعر أحد الموظفين بالظلم؟ في عام 2015 قامت عاملة في أحد مطاعم الوجبات السريعة بالانتقام بعد أن تم طردها من العمل. تمثل انتقامها في الاستيلاء على صفحة تويتر الخاصة بالمطعم ونشر كل الوصفات السرية هناك. في المرة الأولى نشرت الوصفة الخاصة بصلصة القصب، ثم نشرت وصفة أخرى خاصة بطهي الدجاج مع قصب السكر. بعد بضعة أيام نشرت سلسلة المطاعم بياناً تكذب فيه ما نشرته العاملة على تويتر، حيث قالت الإدارة بأن المسؤولين الكبار فقط هم من يستطيعون الحصول على تلك الوصفات السرية، وأن العمال العاديين لا يعرفونها إطلاقاً. لكن ذلك لم يحسن الوضع، حيث استمرت العاملة لاحقاً في نشر وصفات أخرى من بينها وصفة الخبز ومختلف الأنواع من الحلويات. الكرسي المكسور. في هذا الفيديو نرى أحد الموظفين يخطط للانتقام من رئيسه البدين. من أجل ذلك تم استخدام حيلة كلاسيكية للغاية. تم فك بعض البراغي من الكرسي وبقي مظهره طبيعياً. الخطوة التالية هي الانتظار، انتظار اللحظة التي يجلس فيها المدير في مكانه. جلس المدير في مكانه للحظات، وبمجرد أن حاول الاسترخاء بإمالة ظهره للخلف سقط سقوطاً مدوياً. لابد لهذا الرجل أن يخسر بعض الوزن. الانتقام بالمنشار. وفقاً للتقارير فقد تم حرمان بعض العمال الأستراليين من رواتبهم. طالب العمال بحقوقهم لفترة طويلة، وبعد ذلك قرروا الانتقام. استهدف العمال موقع بناء جديد كان رئيسهم مشرفاً عليه، وتم استعمال منشار كهربائي لتقسيم كل شيء هناك إلى جزئين. تم تصوير الانتقام بواسطة الكاميرا. تم تقطيع كل شيء بما في ذلك سقف مبنى قيد الإنشاء. لا أحد يعرف كيف انتهت هذه القصة. انتقام روبن هود. في شهر أغسطس من عام 2016 قرر الموظف خوان رودريغيز الذي يعمل في فندق ماريوت الدولي الانتقام من رئيسه. بذل خوان كل جهده، وفي النهاية نجح في اختراق نظام الحجز عبر الإنترنت في الفندق. بمجرد دخوله للنظام قام بتخفيض الأسعار في أكثر من 3000 غرفة. تم خفض أسعار الغرف من 499 دولاراً في الليلة إلى 149 دولاراً. أما الغرف الصغيرة التي تكلف 59 دولاراً فقد تم خفض أسعارها إلى 12 دولاراً فقط. في تلك الليلة توفد المئات من الزبائن على الفندق. كان قضاء ليلة في ذلك المكان بمثابة حلم للكثيرين. انتهى الأمر بخسارة الفندق لحوالي 50 ألف دولار في ليلة واحدة. لم ينجح رودريغيز في تغطية آثاره، وتم القبض عليه بعد أسبوع واحد. الآن سننتقل إلى أفضل انتقامين في هذه الحلقة. آلة الحفر. أفضل ما يمكن أن يقوم به الموظف بعد فصله هو العودة للبيت والاسترخاء، لكن لا يمكن للجميع القيام بذلك. في مقطع الفيديو الذي نشاهده يظهر عامل وهو يحاول العودة إلى عمله بعد أن طلب منه رئيسه البقاء في المنزل، لكنه رفض ذلك، وبطريقة ما نجح في الحصول على مفاتيح تشغيل آلة الحفر العملاقة. قاد العامل تلك الآلة إلى المكان المخصص للسيارات، وقام بتحطيم مجموعة منها. بدأ الأمر بسيارة رئيس الورشة التي تبلغ قيمتها 80 ألف دولار. بعد ذلك بدأ بتدمير الشاحنات الخاصة بالعمل والتي بلغ عددها 60 شاحنة. لحسن الحظ أن زملائه نجحوا في إقناعه بالتوقف عن هذا الأمر. لكن السؤال الذي ما زال مطروحاً، ما الذي كان يفكر فيه وهو يدمر كل شيء من حوله؟ وأخيراً، السيارة المحترقة. قام أحد الموظفين بجلب دلو من الوقود معه إلى مكان العمل. لم يكن السبب واضحاً في البداية، لكن تصرفه شرح كل شيء. توجه الموظف إلى موقف السيارات،
وسكب الوقود على سيارة مديره. بدا الأمر وكأنه مجرد تهديد، لكن الموظف أشعل النار بالفعل في سيارة تبلغ قيمتها حوالي $1,000,000. كان الموظف سعيداً جداً في تلك اللحظة. في نفس الوقت مر شخص ما بالجوار، وعند مشاهدة ذلك جلب مطفأة حريق وحاول إخماد النار، لكن ذلك لم يكن كافياً. تم استدعاء رجال الإطفاء الذين وصلوا بسرعة. رغم إخماد الحريق في النهاية، إلا أن السيارة تضررت كثيراً، وذلك كان كافياً بالنسبة للموظف الغاضب. إن أعجبكم موضوع اليوم من قناة هل تعلم، فلا تبخلوا بالإعجاب والاشتراك. يمكنكم أيضاً متابعة فيديوهاتنا السابقة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم؟